للانتركوستال ماسلز بقى، احنا اتفقنا ان هما الثلاث طبقات اكسترنال وانترنال وانر موست، زي الثلاث طبقات بتوع الانتيرو ابدومينال وول بالظبط. بس خد بالك من حاجه بقى، هنا بنحب نوضح شويه نقط. اول حاجه الاكسترنال انتركوستال ماسل بتبتدي من الباك هنا، ادي المنظر ده، ادي الفرتبرا اهو وادي الاسترنم. تلاقي الاكسترنال انتركوستال ماسل كومبليت بوستيرور اهي زي ما احنا شايفين، لحد اتصال الاسترنم مع الكوستال كارتليج، وتلاقي الماسل دي ريبليست بممبرين. الممبرين ده بنسميه انتيرو انتركوستال ممبرين. لما نيجي بقى هنا تلاقي انترنال انتركوستال ماسل اهي، الانترنال انتركوستال ماسل دي تبتدي من قدام ماسل، يعني زي ما تكون سبحان الله ربنا بيعوض الممبرين اللي قدام ده عشان ما تبقاش النقطه ضعيفه، فبيعمل لي هنا ماسل اسمها انترنال انتركوستال ماسل، تبتدي من قدام ايه ماسل، ومن ورا تعمل ممبرين اسمه بوستيرور انتركوستال ايه ممبرين. نيجي للطبقه الثالثه اللي هي بيسموها الانترنال او انر موست انتركوستال ماسل، دولت بيبقوا طبقه اهي زي ما واضح في الرسمه انكمبليت لاير، ادي واحده ادي اثنين ادي ثلاثه، الثلاثه مش لازقين في بعض انما هم بيشكلوا الطبقه الثالثه. اول واحده اسمها ستيرنو كوستاليز، وبعدين الانر موست انتركوستال ماسل، وبعدين الثالثه اسمها سب كوستاليز. كل دول بيكونوا لي الطبقه الثالثه من الايه الماسل. طبعا هنا في بعد كده بلاقي البلورا اللي هي البرايتال ايه بلورا. طبعا كلنا عارفين جنرالي كده لما نتكلم عمومي نقول ان اي انتركوستال ماسل طالعه من اللور بوردر اوف ذا ريب اباف للابر بوردر بتاع الريب بيلو، وبعدين الاختلاف دايما بيبقى في الانتركوستال ماسلز في الدايركشن بتاع الفايبرز بتاعتهم، هنشوفها دي يمكن في الصوره اللي بعد كده. لكن انا احب الخص الاكسترنال انتركوستال ماسل كونتينيود بوستيرولي وانتيرولي، بتبقى انتيرو انتركوستال ممبرين. انتيرو انتركوستال ماسل انتيرولي بتبقى ماسل، بوستيرولي بتبقى بوستيرو انتركوستال ممبرين. الانر موست انتركوستال ماسل ثلاثه ماسلز اللي هم سترنو كوستاليز انر موست انتركوستال اند سب كوستاليز. اللقطه دي انا طبعا بعيدها تاني عشان اوضح فيها الدايركشن اوف فايبرز بتاعت الماسلز. كل الماسلز سواء اكسترنال او انترنال او انر موست بادئين من اللور بوردر اوف ذا ريب اباف لحد الابر بوردر اوف ذا ريب بلو، الدايركشن بتاع الفايبرز داونورز اند فورورز اند ميديالي، زي الانتيرو ابدومينال وول اول طبقه برضو داونورز اند فورورز اند ميديالي. هنا هنا برضو الدايركشن بتاع الفايبرز بتاع الانترنال انتركوستال ماسل اختلف اهو، ادي بدل هنا داونورز اند فورورز اند ميديالي، هنا اهو رجعت لورا اهي، ادي هنا داونورز بس باكورز اهي، ابتدى هنا ادي الدايركشن اختلف اهو. نيجي بعد كده الثالث طبقه اختلف خالص بقى الايه الدايركشن هنا مختلف عن الطبقتين، بقى هنا ماسل ثالثه اسمها سابكوستاليز وال انر سابكو استرنو كوستاليز وسابكوستاليز وانر موست انتركوستال ماسل.